أول شيء الفكرة كانت فكرة بسيطة، وحقيقة كنت حابة أني أعمل شيء للحركة الثقافية في السعودية، وأني أضيف منصة جميلة تجمع شاعر وشاعرة، وصارت هذه الفكرة. والآن نحن مع بعض نحتفي بهالأمسية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي بأسماء كبيرة ومهمة. كل عام والإمارات بألف خير. شقيقة عزيزة حبيبة، أنا مضيت من عمري 16 سنة يعني أوقات وأيام وذكريات مختلفة في الإمارات، هذا أقل واجب أقدمه لدولة الإمارات الحبيبة، وعاشت الإمارات إن شاء الله دائما بخير وسلام. جمعني عمل مع خديجة الوعل، كانت منظمة أمسية في الشرقية، وكان مشاركني بها الدكتورة بروين حبيب. فعقب قلت لها خديجة ليش ما نسوي أمسية تكون الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، بحيث أنه ينجمع فيها شاعر وشاعرة بنفس اللحظة. قالت لي من عندش أسامي؟ قلت لها والله الأسامي واجد، لكن خالد المريخي اسم حلو ولو نجوميته ولا يهون الباقيين. فنسقت ورتبت الأمور وجاءت هذه الأمسية تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأهم حاجة أنه الله يديم الأمن والأمان على الجميع. آخر أعمالك اللي قمت بيها أستاذة نجاح؟ أقول الله كريم يجبر الكسر والعوق، والله عليم عن سبب كسر ساقي، مشكاي للخالق ولشكي لمخلوق، الواحد الدايم على الكون باقي. لو كلمة أخيرة تحبي تقوليها لبرنامج سيدتي؟ تمنياتي لكم بالتوفيق، تمنياتي لمتابعينكم بالسعادة الدائمة، وتمنياتي الأهم للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات وللوطن العربي كافة وعامة بالأمن والأمان. طبعا اليوم أي شاعر وأي فنان وأي أحد يصعد المسرح يسبق صعوده شوي ترقب ويمكن شيء من التوتر. مستعدين إن شاء الله، يعني محضرين مجموعة من قصائد جديدة أول مرة نلقيها. الحمد لله يعني مثل ما أنت شايفة حضور جماهير كبير. أقول دائما يعني في ظل عزوف الجماهير عن المسرح بشكل عام في الفني والشعري والتمثيلي، لما نكون محظوظين في هذا الحضور أنا أعتقد أنه حققنا الإنجاز الأول. الإنجاز الثاني إن شاء الله أنه نسعد هالناس اللي تعنا. طبعا الأمسية هذه الأول مرة تقام أمسية في السعودية شاعر وشاعرة على منصة واحدة، يعني نتمنى لكل فعالياتنا النجاح، ونتمنى أنه هذه الأمسية إن شاء الله قد ما نقدر نسعد الناس اللي تعنونا. أنا متابع لسيدتي، وأنا أقول الرجل مهما كان دوره في المجتمع تظل السيدة والمرأة، أنا بوجهة نظري أنها أهم. يوم الأم تتعب أكثر تسهر أكثر. أنا باختصار قلت أمي الله يغفر لها، الدين بالدين ربي مبديها، والخير مفتاحه إيديها. في الدين ربي مبديها، والخير مفتاحه إيديها، اللي تحت رجلها الجنة تستاهل نحب رجليها. لي شرف كبير إني أكون من ضمن هذه الفعالية وضمن هذه الأسماء. إن شاء الله يعني بشتغل على نفسي أكثر، لكن غالبا يعني الدعم كثير كان من فنانين وإعلاميين، وهذا شرف كبير لي.